بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، إله سبحانه وتعالى وحولي هاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إلهي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز آياتني وحاو الله سبحانه وتعالى فرى يا دتك مؤمنين تاه إن إلهي سبحانه وتعالى إكبقان وإكعب سدان مالك استوأي جوغان، إن إلهي سبحانه وتعالى جدك سي إلى اليام، إن إلهي سبحانه وتعالى حدودي سي إلى اليام، إن وحى الله لوحي الله سبحانه وتعالى وأمري لي ما دام، وحى الله لوحي إلهي سبحانه وتعالى وكرم الكهران سيدا أيها الله أدر دار مايا مركز الله سبحانه وتعالى وحاول وقولوا قولا سديدا. طبعا واحد ترى هذان أو أتكو هذا الشان هذا الورنكسن مكان كان محل كمان تأنسون نمج البرنامج كان أجوب نوع برنامج صحافة أمور فافين كسابسا إله سبحانه وتعالى جزء كلا هذه آيات دان وحا إله سبحانه وتعالى قل أهان ذاتك قال أهان ذاتك وراها كالشقية إله سبحانه وتعالى أقراها الله وقولوا قولا سديدا. طبعا واحد كو هذا الشان هذا الورنكسن ذاتك أنفعا ومدى أنفعا الدنيا آخرها سيدا مركا أصميسان والله أتكعب سلطان وركين أدلال لسان قدهان قال أهان ذلك كشق يا صحافة إلهي حولي يصلح لكم أعمالكم إلهي عملك إنه جنيا عملك أدلال أتكو جرتان وأتقعنتك هيسان إلهي وهجا جنيا ويغفر لكم ذنوبكم دنبين وضافيا وبحي إذيك أقص دينا وكفكف إذيك دعا إلهي سبحانه وتعالى وإذيك ضافيا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قفك يا الله يا رسول ادعنا قفك وقف لي باري. اخواني قفك مسلم كوحوري وحك وغادا رقوا عليهم جزاهم الله خيرا اسوء ابو لي فدغان اما كران كان رضا اني نبران اما يكسو بندغان حقوتك اي قبتين إله سبحانه وتعالى كأبا المريو وحن أدر دار من نورك وراكسان يقول حسن يا الله لو قد واري إني كد ذالام لولا محمد صلى الله عليه وسلم حديثي 40 كوي لا تقينين إسلامك بك أفرس وشامل إسلامك وحو المجال والباء نرشد بن آدم وكشق له إله سبحانه وتعالى كتابك وكذا الله لولا محمد وكذا الله سنة ديسي علماء الآدب أتفتران وأتحليليان ما أنت بيا أسوي الدين علماء قرنجي أفراد إسلامك أو قرنجي سدحات وكوي توم قرن كهر أو كوي توم بقولات سنة كهر إسلامك أو علمه فقه هذا وحكا هل يجرين سمدى يدولك أنت الحيصه سرادك أنس حيسا وقرنجي سدحات حكا سوريكتك كوي توم قرني أو كوي توم بقولات أو سنة وحل دتك بابور أما ديارات أما مراكب أي ويود كوفة كرينة أهيت ودوكتين ديارة لغو دولة قرن غان لباتنات سوما قرن غو باللوضي قرن لباتنات وها حل غاسي علماء نوحيكا هادلين صلاة دو مكو أنسحيسا دول كيحيكا انت أبل حيسا كتب تفقه هذا وحي كو تقريريان وحي لهذه مكو أنسحيسا وانا سيئة تقريريان ما انتقف كديارة عدي كتب كذا سادس وانسح سوماها مرك إسلام كواسيراس نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كم عاد أتقانان دارا مركي ونبي كسر على خير كي وحول يبقى مركز سوري كف هذا يا معاد عرب كيس ونبي محمد قطعي مركز سوري معاده كان كأتكاو عرب كأتكاو بويري مركز معاد يا وحجري رسولك إله يوحى عن كل هالله من الله قبرنا يا إله سبحانه وتعالى من نوع عذاب يا مالك قيامه مركز النبي صلى الله عليه وسلم ساكرتك يا معاد معاد ويدها كويسه حوار معها وأري
arabtu iska cadaysteen dadku naartu af-af miyaa loogu tuuraa waxa ay carabyadoodu shaqaysatay inay ku galaan umooyeen waa sidaas marka waxaan isu dardaarmaynaa guud ahaan gaar ahaan walaalaha ee cabdikariim odagu u yahay waxaan u dardaarmaynaa dhammaana isu dardaarmaynaa in warka aan ku hadlayno waxaan ummadda aan u sheegayno inaan ilaalinno saxaafadduna waa seef duxadiin waa seef laba aflaa ah ummadna waa lagu dumiyaa ummadna waa lagu dhisaa saxaafadda maanta caalamka aad ogtihiinna majaalad badan ayay saameyn ku yeelatay dhaqaalaha adduunka saameyn ay ku yeelatay qaabka dadku u fikiraan saameyn ay ku yeelatay qaabka dadku u labistaan saameyn ay ku yeelatay in badan inta fadhidaad qaabkii u labisiin waxaa laga yaabaa tiifiyada inay ka arkeen oo ay la quruxsanaatay oo ay u labisteen soo maaha saameyn soo maaha marka saameyn ay ku yeelatay tacliimta iyo qaabka wax loo barto saameyn ay ku yeelatay idaaradii qaabka wax loo maamulo saameyn ay ku yeelatay diinka iyo dadka waxa ay rumeynayaan saameyn ay ku yeelatay waxaa laga yaabaa hollywoodka film uu kuu keeno oo qiyaamaha oo ku mayso iyo adduunku daba rogmayo iyo inaad iska amintaa laga yaabaa waxaasoo dhan marka maadaama saameyn ay ku yeelatay dadku marka waa in khayrka loogu faa'iideeyaa dadka saxaafadda ka shaqeeya idaacadaha tifiyada iyo wax lamidka ah in marka waa khayrka waa in laga shaqeeyaa intaa kadib nabiga sal allahu caleyhi wasalam waxa uu leeyahay in allaha yuxibu idaa camila axadukum an yutqina ilaahay wuxuu jecel yahay axadkiina haddii shaqo uu qabanayo shaqada inuu sugo waxaan isu dardaarmaynaa walaana hoosha ku u dardaarmaynaa shaqada inay sugaan camalka marka simaatul camal najax camal naajix camalka naajixa ah ama camalka dhabagalka ah naajixa dadka ku guulaystaan calaamada ayuu leeyahay waalaha ka faa'idaysta camalka calaamadihii waxaa ka mid a naajixa ah jiidiitul camal waxaa laga rabaa camalka ay qabanayaan ama dhammaanteennaba kan ganacsiga ku jira kan saxaafadda ka shaqeeya kan ummadda u shaqeeya jaaliyadaha dhammaan jiddiyatul camal camalku si dhaba in loo qabto oo holkarnimo oo daacadnimo ah midda labaad itqaanul camal camalku waa in la sugaa shaqada aad hayso waa inaad sugtaa aqoonteed aad wixii aqoon oo camalkaa ku saabsan aad heli kartaa aad heshaa wixii lamida midda saddexaad judatul camal camalku waa in la qurxiyaa camalka aad hayso waa inaad qurxisaa waa arkta raashinku waa spice lagu daraa oo xawaajiga lagu daraa oo aragteen tuunka lagu daraa oo basasha lagu daraa oo cusbaa lagu daraa haddaa intaan la sameyn wax la cuni kara ma aha shaqaduna waa sidaas oo kale midda ugu dambaysa marka haddaad aragtaan wax dad yaacay oo kala duwan ha dhihin dadkan waa dad burburay oo baaba'ay oo khilaaf badan ha dhihin waxaan u baahannahay 12 urur saxaafada u baahannahay saasoo maaha 12 jaaid baa u baahannahay laakiin waxaa la rabaa kala duwanaasho oo tanawuc inay noqdaan kala duwanaasho tanawuc maxaa ula jeedaa kala duwanaasho oo dadku iskaabayaan ninka meesha uu xoogga saaray ma ahe adigu meesha ninka uu ka tegay waanaad samaysaa adigana idinkoo isku fiican isu wanaagsan isu qalbi furaan ummadda wax u wada qabanayo ujeeddada inay noqoto ummadda in la badbaadiyo masaalixda iyo wanaaga iyo horumarka ummadda laga shaqeeyo dadku ayagoo kale urura ayay adduunku u aragtay maraykanku aad ugu horumarsay adduunka haysta waa mu'assad soo maaha boqol waxa kumanaan waxaa jira tiviyaa jiro intuu midba waxbuu ka shaqeeya ku diinku u faafiyaa ku dhaqaaluhu xoogga saaray ku dhaqanka iyo qaabka dadka ufkaan buu xoogga saaray ku tacliimta buu xoogga saaray intuu waa u baahanna insha allahu tacaala ugu dambeyn waxaan isu dardaarmaynaa ikhwaanii dhalinyar meesha isugu timid inaan ilaalinno sumcadda iyo manaaradda iftiimaysa dhaqanka soomaalida ay leedahay waa inaan ilaalinaa diinkaan xambaarsannahay waana ka tarjumnaa sumcadda wanaagsan ee soo afrikaankan ku dhex leenahayna waa inaan ilaalinaa wax weliba waxa u dhimi karaana oo sumcaad xumo ahna sumcaadaha wanaagsan ee lagu yaqaano ammaanadii maxaa ku idhaahdaa dhaqankii wanaagsanaa runtii dad kartilo shaqaysta dad waqtigoodu ciyaar ciyaar uusan ahayn waa inaan sidaa noqonaa insha allahu tacaala وبالله التوفيق والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته